يعني غرب السودان بالجمال وبالخضرة وبالطبيعة، وعلى ما أعتقد ده ذكاء مهني وذكاء اجتماعي باهتمام شركة دال بهذا الجانب. موضوع الزراعة وهو موضوع مهم جدا في هذه الفترة بالذات بالنسبة للسودان، وهذه الندوة يعني تتطرق إلى بعض المواضيع والنقاش معاكم والتحليل للمشاكل. حضوركم الوفد الكبير ده أنا برضو أعتبر إنه قيمة كبيرة جدا. القيمة الثالثة كون نكون في هذه القاعة، أنا برضو أفتكر إنه ده قيمة وضعت فينا، فألف شكرا لكم. في عنصر مهم جدا هو مسألة بتاعة نسر المياه، كيفية دعم الجهات أو المزارعين في إنه ينسروا المياه، مياه البجري في الوديان، إنه ده دارين دار تفكير. ما عندنا أي مشكلة في إنه نكون في دارفور في موضوع حلول الري. الأمراض الموجودة هنا هسه الأخ بيقول سببها مرض فيروسي، لكن الناس يجب أن تنتبه لإنه أنت التقاوي المحسن الجبال قلناه يا جماعة تعرف مصدر شنو.